السلام عليكم الخوت كي صبحتو مزيان لاباس عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير شويه ديال الصداع في الشارع جينا بواحد المعلومه جديده ان شاء الله بالنسبه للماشين لافي ويربول الطريقه باش تبقى تحدد الاعطال ديالها وباش تعرف شنو المشكل اللي فيها فكنديروا لها واحد القضيه ديال التيست مود كما غادي نورجيكم دابا في الفيديو ان شاء الله بالنسبة للماشين لافي ويربول سيزيام سونس لا فيشور كاين اللي فيها لا فيشور كاين اللي مكتكونش فيها بالنسبة للعادية ما فيها لا فيشور لا والو أول حاجة كندورو البوطون على اليمين باش نانيليو داكشي اللي في لاكارت وكنبركو على انيلاسيون وديماري البومبا هيا كتشوف كدير كتخدم البومبا هانتوما البومبا خدامة كنوليو نطفيوها وكنردو على اليسار وكنبركو على ربعة المرات هانتوما كتشعل الكارطة كلش وكتبدا تيستي كان شي ايرور راه غادي تفتح الايرور هنا كتستي الموتور كتستي كلشي هادي هي الطريقة باش ديرو هادي هي الطريقة باش تحدو الايرور اللي كيكون في لاماشين ويربول بالنسبة ويربول هادي خاصة بويربول بالنسبه للبروغرام باش كيخدموا الناس باش كنفضل انا كاين سانسيتيف والديليكا بالنسبه لهذو التبان وكاينه كتكون فيها كرونو صراف كاينه كرونو كان زمينيت بالنسبه للحوايج خفافين غير تصبنهم وتخرجهم وهادو ديال لي كولور كاين ديال النوار الكحل فيها بزاف ديال الحاجه ولكن المهمين هما السانسيتيف والديليكا والكرونو هادو هما باش كنخدموا غالبيه ديال الناس هادي بالنسبه للرانساج والاسوراج عندك شي حوايج بغيتي تشللهم وتعصر نتمنى يكون الفيديو فاتكم شويه نتلاقاو في فيديو لاحق ان شاء الله